عم بديع ايه فهميني احكي ما بحسن بحكي لهم بدي احكي وياك على جنب فوتي على المطبخ لك اختي ما بدي فوت على المطبخ لا في حدا غريب الاولاد هلا بلا غريب وبلا قريب الاب ما عاد وثق بابنه يلي هو مخلفه تعي لك عم نحكي عنا بالاوضه ويكم يا اولاد لا تقولوا لحدا انه انا عنكم ما بدي حدا يشوفني هون ها طمني ما عاد حدا يفوت لعنا انت طلعتي اشجع وحده بالعالم يلا تعي فوتي فوتي يلا احكي لي كل شيء لا تخبي عني ولا حد شيء هدي هدي شو امبارح وانا قاعده بالدكان وعين الله علي فاتوا علي اثنين شكلهم ما عجبني صاروا يطلعوا يمين ويسار انا شو فكرتهم تموين قمت رحت دفشت دخانات التهريب برجلي لتحت البسطه سالوني عن بيتكم دليتهم اي ساعه ما شفناه ما كنتوا بالبيت كنتوا عم تعملوا زياره لابوها لزهره ليش ما عجبوكي ليش ما عجبوني ما بعرف لكن يا خيتي من فوتتهم اشعر بدني شو سالوك يا ترى سالوني عن بديع لك عم بديع بطيخ بعرف بس شو سالوكي سالوني اذا شفتهم ما بعرف وين راح لا هي الشغله ما فيها شيء مو لي الاسئله العفيف ما تركوا سؤال ما سالوا يا شو سالوا لعفيف عن بديع شوفي سالوه عن اسم امه لبديع وعن اسم خالته وسته وجده وعمته وبنت خاله وبنت عمته وجوز بنت عمته وجوز بنت خاله ما تركوا شيء ما سالوه واكيد عفيف نزل الدش فينا لا لا ما بعرف يا اختي بس على زمته انه شكر فيكم الله لا يوفقهم ولاد الحرام ما لقوا الا بديع يفتروا عليه بديع بتعرفي النبله ما بيأذيها والله بعرف يا اختي بعرف يلا شو ناويه تعملي هدي هدي ما احسن فهمت اهل الحاره انه انا جاي لعند منال مو لعندكم تركيني يا اختي خليني روح يلا خاطري اقول ايش بدي اسوي تروحي قتل مثل البومه